السلام عليكم. فاليوم غنبارطاجيو لي ريزولتا ديال كلية علوم التربية في الرباط، إذا اللي ظهروا النتائج ديالها، وكاينه إجراءات اللي غادي دار بوغ يعني لا بريسيليكسيون الثانية. إذا هنايا لي كونديدا اللي هما هنايا مقبولين في هاد اللوائح، فهما مدعوين باش يوضعوا لو دوسي ديالهم اللي غادي نشوفوا كل ليسونس كيفاش لو دوسي ديالو وفين عايز توضع الطريقه ديال الوضع ديالو. اذا هنا لاخدينا ليسونس ديكسيلونس ايتود فرونسي ايدوكاسيون. اذا هذا بالنسبه لهنايا، هادو هما اللائحه ديال الطلبه اللي مقبولين. اذا عندنا 37 باج، فهم مرتبين ترتيب يعني الفابي، وبالتالي يعني الطالب غيسهل عليه البحث على الاسم ديالو. يعني هنا ماشي اوردر دو ميريت، هادو ترتيب الفابي. وكاين هنا لا كارت ناسيونال، اذا انا غنشوف الاسم ديالي ونقلب عليه هنا. اذا هذا من جهه. من جهه اخرى هنا شنو خصني ندير؟ اذا خصني هذا لو دوسي هذا اللي كيتكون من بكالوريا سكانيها، ريلفي دو نوت حتى هو سكاني، اللي في يكون فيه الريجيونال ويكون فيه ناسيونال، فوالا، اي كونترول كونتينيو ديال لي 3 زاني ديال ليسي، يعني فيه 5 و 6 والباك. على هذا خصني نشوف يعني ريلفي يكون جلوبال، ويكون عندي كوبي ديال يعني الفوتو ديالي حتى هي سكاني، وكوبي ديال لاكارت ناسيونال. اذا هادو خصني نسكانيهم على وغادي نديرهم في ان دوسيي زيب، فوالا، ولا غار، غادي نكتبو بهذه الطريقه نو برينو. انا نوريكم في اخر فيديو كيفاش غادي نديرو لهاد لو دوسي، كيفاش غادي نديرو يعني نديرو سيمولاسيون ديال الوضع ديالو. اذا هاد بالنسبه اللي خصنا نردو ليه هنا البال، هو بوغ شاك ليسونس راه عنده واحد الميل اللي خصو يترسل ليه. اذا من الايميل ديالك غادي ترسلو لهاد الايميل هذا، غادي تكتب هنا لو نو اي برينو ديالك بوان غا في لو دوسي، غتسميه هنا، غادي نشوف كيفاش قلت لكم، غادي يرسلوه لهاد لادريس بالنسبه لهاد الطلبه هادو. اذا هادو اللي مقبولين هنا، هادي هي الميل اللي خصو يرسلو ليه. اذا هذا فيما يخص ايتود ليسونس ادوكاسيون. دونك غادي ندوزو ليسونس اخر اللي هو سيونس ادوكاسيون. اذا هنايا كاين 13 باج، يعني هذا هو لو نومبر كونديدا، يكون هنايا محدد، ممكن اننا نعرفوه حتى بالنسبه لاخر ممكن اننا نرجع ليه. هنايا عدد الطلبه اللي استقبلوا فيه هنايا هي 556. اذا هاد لا ليسونس هذا خصنا نرسلو لو دوسيي سويفون لي لا ميم شوز. هنايا طالبين على اكزامان ريجيونال اي ناسيونال، هنا باش نردو شويه البال في الديتاي. هنايا كوبي سكاني ديال البكالوريا، كوبي سكاني ديال ريلفي دو نوت اللي يكون فيه ريجيونال و ناسيونال، كوبي ريسونت سكاني ديال يعني فوتو ريسونت ديال الكونديدا، وكوبي سكاني ديال لا كارت ناسيونال، سيتادير اون سكاني هادو وعنديرهم في ان دوسيي يكون غار ولا زيب باش نوضعوه. وهاد بالنسبه لهاد الفئه هادو، فهما يرسلوا لهاد لادريس هادو. اذا لاحظوا هنا كاين اختلاف مع الادريس الاولى. الاولى كانت فيها ايتود فرونسيز، وهذه فرصه نرجع نشوف شحال ديال الطلبه تقبلوا هنايا. اذا هي باش نشوف هنايا بالنسبه الفرنسيه، هنا تقبلوا 1501. اذا هنايا عندنا هنايا ندوزو الان ليسونس اخر اللي هو انسينمون سيكوندير لانغ انجليز. اذا هذا نفس الشيء، هنا لادريس كتغير، ما كيبقاش يعني خصنا نردو البال. ها لادريس اللي خصنا يعني الايميل، ها من خصنا ارسلو في لادريس ايميل سويفون، سيتادير اون با اونفاي ان ايميل، غادي نكتبو فيه لادريس يعني العنوان ديالو، نكتبو فيه مثلا دوسيي دو كونديداتور اف اس او سيكسيون لانغ انجليز، والمضمون نديرو فيه لو دوسي. Bonjour madame, vous trouvez ci-joint le dossier ou là vous envoyez directement avec. D'accord? Donc formule de politesse et on va attacher avec le dossier, l'attacher l'email d'IEN. Donc on a la même chose, on a copie scanner le baccalauréat, copie de relevé de note faire l'examen national régional, ou de soir à DIEN CM scanner, copie scanner d'IEN 34 pages, on va chercher le nombre, je vais le faire. باش تاخذوا فكره، لان هاد اللوائح غادي نوضعوها باش ممكن ان تطلعوا عليها. اذا هنايا كاين بالنسبه للشعوب ديال اللغه الانجليزيه 1411،
دوزول ان لا ليست اخرى اللي فيها انسينيمون سيكوندير لونغ فرونسيز داكوغ. اذا هنايا ها لادريس اللي غادي نرسلو ليها لونغ فرونسيز. اذا هنايا نفس الوثائق نفس الوثائق يعني تقريبا نفس الوثائق اكزامان ريجيونال اي ناسيونال. دونك هنايا غادي يكون عندنا لو نومبر ديال لي كونديدا، يعني هذا بالنسبه للغه الفرنسيه لو نومبر ديال لي كونديدا. عندنا 2000 اي كالك 2670، اذا هذا هو لو نومبر دو كونديدا. ندوزو الان اذا راكم شفتوا لادريس انا نخلي لكم هذا الشيء كامل باش تدخلوا طالعوا عليه. ندوزو الان بالنسبه للشعبه ديال يعني بريمير. هنايا الاجازه في تخصص التعليم الابتدائي، اجازه في تخصص التعليم الابتدائي. هنا عندنا جوج ديال الاشياء اللي خصنا نديرو. خصنا نديرو نفس العمليه اننا نرسلو لهاد لادريس ايميل، نرسلو له دوسي ديالكم شهاده البكالوريا والبطاقه الوطنيه اللي يكون فيها بيان نقاط، وعندنا بيان نقاط جهوي الوطني، عندنا اذا بكالوريا بيان نقاط وبيان جهوي الوطني معدل العام وصوره مترشح. اذا نفس الوثائق بحال الاخرين، غير هنايا غنسردو لهاد لادريس ايميل. بالاضافه الى ذلك، اذا هنايا بالاضافه الى ذلك خصنا ندخلو لهذا الموقع هذا الكتروني باش نملؤوا البيانات. اذا هذا خاص بالبريمير. اذا هنايا فيش دونسينمون ليسونس ايديكاسيون انسينمون بريمير، بالنسبه لك الطلبه اللي كاينين تما هنا ندخلو لو نون ديالنا لو برينو. عندنا هنايا الرقم الوطني، هادي يكون واحد الرقم الوطني للطالب، رقم البطاقه الوطنيه، تاريخ دات دو نيسونس، عندنا نيميرو التليفون، تيب دو بكالوريا واني دو بكالوريا، نوت ريجيونال، نوت ناسيونال، موان جينيرال، ثم نقطة في اللغة العربية بالنسبة ناسيونال أو ريجيونال، ونوت فرونسي بالنسبة ناسيونال أو ريجيونال. بطبيعة الحال هنايا غادي تكون عندنا غير ريجيونال، مكاينش هنايا ناسيونال، فكلشي كيدوز هنا ريجيونال، ثم نوت ماتيماتيك في ناسيونال ريجيونال على حساب الشعب واش آداب ولا علوم. لأن هنايا نقطة الفرنسية ديال ريجيونال، نقطة العربية نفس الشيء على حساب الشعبة. ثم هنا أو الإجراءات اللي خصنا نديرو. إذا ريكاب، كاينة لافيليير الأولى، إذا لافيليير الأولى نرجع بسرعة لهنايا. إذا لافيليير الأولى هو إتيود فرونسيز إيديوكاسيون، إذا إتيود فرونسيز إيديوكاسيون هذا هو الإسم ديالها، إذا كتختلف على لا تروازيام، إذا هذا هو الإسم ديالها. ها فين غادي يرسلوه لها لادريس إيميل. ثم بالنسبة لا دوزيام عندنا هنايا سيونس دو ليديوكاسيون، إذا ها وثائق ها لادريس ايميل. ثم عندنا الثالثة هنايا كاينة بالنسبة للغة الإنجليزية، إذا غادي يرسلوها هاد التسمية ديالها اونسيمون سيكوندير لونغ أونجليز، ها فين غادي يرسلوها. ثم عندنا بالنسبة للشعبة هادي كيفما شفتو لوائح لونغ فرونسيز، إذا هنايا ها لادريس اللي غادي يرسلو ليها الإيميل. ثم هنايا عندنا غادي ندخلو بالنسبة لونسينيمون سيكوندير لونغ أغاب لا ميم شوز، وغادي ندخلو هنايا البريمير. إذا هنايا دوز أوبيراسيون لي كيدارو. إذا هنايا الطريقة كيفاش غنديرو حتى غادي نديرو لو دوسي ديالنا. فحنا أون فا سيليكسيوني لي كات إليمون، فوالا غادي ندخلو نديرو يعني أون فا أرشيفي. هنايا غادي يجينا هنايا غادي نديرو لو نون ديالنا الى اخره، ثم تيري ديالنا كولتور، فوالا اذا لا سويت اون فا ما عنديش انا، فوالا غادي نديرو هنايا كولتور لا سويت اون فا هو غادي تونجستي لينا هنايا ومن بعد رسلوه. إذا بكم بيجود. إذا بالتوفيق للجميع وإلى لقاء فيديو آخر إن شاء الله.